عواد الجزيري وامام عاشور اتخانقوا زي ما قال النهارده انا الخبير. مستغرب من هذه الاقاويل يا جماعه الخاطئه. يعني حرام اللي يكتب يا جماعه او يقول حاجه يبقى لازم متاكد منها. وقيل ان امام عاشور والجزيري مسكوا في بعض وشافوا بعض ضربوا بعض والحاجات دي كلها. جه ضربتين جزاء، الضربه الاولانيه عواد رفع ايده وكريرة كان في اتفاق اللي هو يخش شطها طلعت عليه. تمام. ضربه الجزاء الثانيه كانت في الدقيقه 85، كانت زد كسبان واحد. تمام. الدقيقه 85 كان جزيري بره الملعب، تمام، سيف الجزيري كان بره الملعب، دخل امام عاشور حطها قوه وسريعه جدا والكوره هايله، والحارس عندنا صدها بطريقه يعني جميله جدا. تمام. وبعد ما صدها امام عاشور راح جاري، تمام، وراح مطبطب عليه وبيهنيه على التالق بتاعه. قال لك بقى بيتخانقوا مع بعض شو بعض. وللاسف اللي انا وانا جاي الاستوديو سامع عضو مجلس اداره كان في مجلس اداره الزمالك بيقول هذا الكلام، وفين مجلس اداره ونعمل ونسوي ولا. يا جماعه يعني حرام عليكم هذه الاقاويل الخاطئه الكاذبه اللي بتوصل للناس. تمام، ده كلام الكابتن علاء نبيل اللي كان في الملعب كمسؤول. يمكن ضربه الجزاء الاولى هي اللي حصل فيها مشكله ولا حاجه؟ خالص ما حصلش. خالص. تمام، طبعا الصوره قدامنا كانت جزيري وامام عاشور بينفيان برضو على الانستغرام. حاجه غريبه يعني. تمام. بتطلع حاجات كده مش ظريفه يعني. كابتن علاء كالعاده بتبسط جدا انك بتنورني. حبيبي يا كابتن، شكرا على وجودك دايما، ومبسوط انك كنت معايا. الله يخليك.